ليه رجال الاعمال عملوا قنوات في العالم؟ اولهم برلسكوني بقى عندنا في البلاد العربيه وفي مصر دي اكتر ما يكون القنوات الفضائيه دي وبدعوى الحريه بدعوى الحريه والديمقراطيه الكل بيقول اللي هو عايزه انا بقى لي ست اشهر ما بتفرجش خالص على اي شيء مصري لاني احبطت احبطت والحقيقه تاهت قصاد عينيا الفنان يعني مخرج كاتب طبعا الكاتب اهمنا كلنا إن إن يدافع عن القيم الحقيقية عشان الناس تتعلم منها. لكن استدراجك للإثارة في الحوار أنا ضده. لأن إحنا داخلين على مشكلة كبيرة إن البرامج الحوارية أصبحت أكثر جرأة من أي عمل درامي. لو هقلل البرامج هيبقى فن دعائي سخيف. وهيظل البرنامج أكثر سحر. لأنه على الهوا مش متصور. يبقى الفن الحقيقي إن إحنا عايزين جيل جديد من المبدعين الكتاب. يستطيع صياغه الحريه والراي الصحيح في عمل ابداعي انساني ياثر فيك وفي عقلك وفي اولادك الفنان مؤسسه في حد ذاته حزب مستقل ماسك الم وبيتحرك على رجليه باحث دائم عن الحقيقه ناقد دائم لسلبيات الحياه